الكون استقبل هنا اليوم ميخائيل غورباتشوف السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي فريد سينوفاتس مستشار النمسا ضيف الحكومة السوفيتية بمناسبة افتتاح المعرض الوطني النمساوي في موسكو تحت عنوان الصناعة التقنية الحديثة في النمسا. من براغ ناقشت رئاسة اللجنة المركزية للتنمو الوطني في تشيكوسلوفاكيا في اجتماعها اليوم والذي تم الوصول الى دوره الاساتذه والمعلمين في تطبيق السياسه الدوليه.